أهلا وسهلا بحضراتكم. يسعدني ويشرفني في هذه الفقرة أن ألتقي المهندس شريف المنشد مدير عام التسويق والدعم الفني وتطوير المبيعات في شركة مصر هاي تك الدولية للبذور. أهلا بحضرتك. أهلا بك. احنا كنا بنتكلم مع الدكتور أحمد عظام عن الغش. الغش ده عامل فيكم ايه كشركات؟ عندكم استثمارات وعندكم محطات بحوث وعندكم محطات غربلة وفاتحين بيوت ناس يعني. هو انا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اولا، ثانيا خالص التعازي لحضرتك. الله يكرمك. الله يخليك. الله يبارك فيك. طبعا كل التقدير لقناة مصر الزراعية، واحنا لينا سابقة اعمال كتيرة معها في احتفالاتنا وفي مناسباتنا ومع الفلاحين ومع اخواننا المزارعين. نتكلم حضرتك على موضوع الساعة، موضوع الغش التجاري، سواء في أسمدة أو في مبيدات أو في تقاوي. طبعا كلنا عارفين أن المدخلات الزراعية من أغلى ما يكون على مستوى العالم مدخلات، والعائد الاقتصادي للمزارع بيكون بسيط، فبالتالي لو بيحقق هامش ربح فبيكون هامش ربح يدوب بسيط. أي خلل في أي عنصر من العناصر بتاعة المدخلات اللي هي عناصر الإنتاج، سواء مبيد حشري، مبيد حشيش، مغذيات، تقاوي، أي عنصر من العناصر دي في خلل بيأثر على المزارع تأثير شديد، لأن الهامش بتاعه زي ما اتفقنا أنه هو هامش ربح بسيط، بالتالي بيحقق له خسائر، ما بيحققلوش مثلا معادلة كيت أو حاجة. الغش احنا طبعا كشركه، احنا مستثمرين، شركه استثماريه طبعا كبيره والحمد لله في مصر من سنه 93، محطه ابحاث على اعلى مستوى في القناطر الخيريه وفي اسيوط، محطه غربله بفضل الله حاجه مشرفه، اكبر ساعه تخزينيه في الشرق الاوسط مبرده للتقاوي، محطه مجهزه ومعتمده من الاستا عالميا. يعني كل سبل الامان والامانه بناخدها بحيث ان احنا نقدر نوصل منتج جيد للمزارع. ما ضمانت هذا الجيد وما ضمانت هذه الأمانة؟ الفلاح عنده الشكارة دي بالظبط وأحسن منها وأعلى منها جودة وعليها كلمة هاي تك وموجودة جنب شكارتك الأساسية، إزاي يقدر يكشف دي من الشكارة المزورة؟ حضرتك بتصيب كبد الحقيقة دايما باستمرار. النهاردة أنا بطالب وبناشد من خلال المنبر بتاع حضرتك جميع الشركات المصرية الوطنية العاملة في قطاع البذرة أو في قطاع الأسمدة أو في قطاع المبيدات، وجميع مديرين قطاعات التسويق والمبيعات فيها، إن هم لازم يكون عندهم حاجة خارج الصندوق تضمن بيها سلامة المنتج بتاعك. مش إن احنا نيجي نقول له يا مزارع خلي بالك إن العبوة دي ممكن تكون مضروبة، وانت بتشتري خد بالك، وانت بتشتري بقى حرص. طبعا يحرص يعمل ايه؟ ما لو انت ما اديتوش امكانيات يقدر يكشف بيها المغشوش من السليم، مش هيعرف يفرق بين دي وبين دي، وهياخد المغشوشه مع ان هو وثق فيك ووثق في المنتج بتاعك وبيدور عليه، فانت ما اديتوش الحته اللي تمكنه ان هو يضمن بيها كذا. احنا كشركه هاي تك الحمد لله سنه 2016 بدانا نحط الموضوع ده في دماغنا، وعملنا عدد من الخطوط الدفاعيه للعبوه بتاعتنا بحيث ان المزارع يقدر يضمن فيها المنتج بتاعه ان هو يكون جيد. انا مش شايف باركود على الشكاره حضرتك، ولا تجاوزتوا الباركود؟ لا احنا حضرتك حاطين ده الباركود اهو، ده الباركود. يعني انا لو حطيت موبايل عليه ابلكيشن، لو معاك انا بس الموبايل مش معايا، لو معاك ابلكيشن هيقرا لك الباركود ده، هيقرا لك اسم الصنف وسنه الانتاج. نعم. طبعا ده اعتماد الوزاره، وده اعتماد الوزاره، وده رقم اللوت مكتوب عليه. طيب هزور اعتماد الوزاره ده وده وهحط اي باركود، والفلاح مش اي فلاح معاه موبايل عليه الابلكيشن على اساس او عليه النت على اساس انه يجيب له الباركود؟ تمام يا فندم. ايه الحاجات المانوال او اليدوي او العيني اللي الفلاح يقدر يختبر بيها التقاوي؟ 100 100. لما جينا حضرتك نفكر في حاجه زي دي، حطينا في اعتبارنا ان المزارع لا هو معاه سمارت فون ولا هو معاه ابلكيشن على الموبايل بتاعه ولا هو هيروح يجيب جهاز يكشف بيه ولا حاجه خالص. احنا وفرنا له وسيله رباني زي ما بيقولوا، اللي هي بيها يقدر يضمن الشكاره بتاعته اذا كانت سليمه ولا مش سليمه بيها بمنتهى السهوله واليسر. حضرتك لو رحت اشتريت شكاره من اي محل لازم هتشتريها
والشمس طالعه مش هتروح تشتري بالليل، واذا رحت اشتريت بالليل خلاص بقى يعني انا مش في شايف. ناس والله بيروحوا يشتروا بالليل يعني بعد يعني ما يروح وتعشى ونام يعني ساعه يقوم بالليل يقول لك اجيب القهوة عشان الفجر هسرح ازرع. اذا كانت الثقه موجوده بينك وبين اللي بتشتري منه ده موضوع تاني، انما احنا وفرنا الوسيله، وسيله شمس اللي هي موجوده في كل مكان، واحنا بنزرع المنتج بتاعنا في الصيف فموجوده بوفره والحمد لله. ان وانت بتشتري الشكاره دي في الشمس حضرتك، هنا في الكلام ده من 2016، هنا في الملصق ده، الملصق ده ده احنا بنسميه مجازا الماجيك ستيكر او اللاصقه السحريه، اللاصق السحري. اللاصق السحري ده زي ما حضرتك شايف كده عليه كلمه هايتك بس بقيته ابيض. حضرتك هنفترض ان دي الشمس، لان ده جهاز بيعمل بالاشعه بتاعت الاشعه الشمسيه، هنفترض ان دي الشمس. حضرتك بعد ما وانت بتشتري ظهر اللوجو هتطلع هتطلع، لا ملناش دعوه، انت حضرتك مش مطلوب منك انك تمشي بجهاز زي ده. في الشمس في الشمس هيبقى انا بعتبر دي الشمس. ظهر كده، ظهر يا جماعه لو سمحت سلطوا بالكاميرا عليها. الله هل باين ولا مش باين؟ لا ظاهر خالص واضح اهو. تمام اهو، بص حضرتك ده الستيكر. معلش سلط لي الضوء هنا تاني، الكاميرا هنا تاني، الله يخليك. ايوه واضح اللوجو بتهيألي، يعني اللوجو بيوضح ورقم الهجين بيوضح من تحت منه، بس طبعا الشمس بتبقى شمس يعني. نعم. هنفترض ان هو ده الستيكر اللي معايا، هو ده الستيكر، بس طبعا قبل ما يتلزق على الشكاره هو ده الستيكر. لو انا معايا اللي قدام مني ده ثلاثه ستيكر جنب بعض، فانا اللي في النص ده بعلم عليه بالشمس اهو، بقى واضح رقم الهجين، هنا مفيش حاجه، هنا اللوجو، هنا مفيش حاجه. كمان ان الورقه دي لا يمكن تتشال من على العبوه، يعني لو اتشالت هتاخد معاها العبوه، ما تتشالش. ما تتشالش. دي ورق مؤمن حضرتك، شركات يعني مش عايزين نفسح عن المصادر، ولكن شركات دوليه عشان الغشاشين كتار هيروحوا يجيبوا منها. لا مش هيعرفوا، مع احترامي مش هيعرفوا، ولكن مش نحب نفسح عن المصادر بتاعتنا. دي كانت اول حاجه عملتها سنه 2017 16 17 نزلت السوق. جينا بعد كده، وده انا عامل برضو عشان اوعي للمزارع، لان مش كل المزارعين هنقابلهم. انا عامل برامج توعيه وبوسترات ملصقات بتتلزق في كل الاماكن في جميع الجمهوريه، كل الاماكن بيبقى فيها البوسترات دي عشان المزارع اللي ما يعرفش واللي ما شفناش واللي ما سمعناش يشوف يعرف ان هو ممكن لما بيجي يشتري يبقى يبص على كذا، ياخد باله من كذا. سنة 2018 حبينا، لان انت حضرتك لو قعدت مستني لغايه ما تشوف ايه اللي هيحصل بعد شويه هتلاقيه هو عمل حاجه برضو بيحاول، اما النهارده بيحاولوا بيعملوا واحد شبه الستيكر ده، بس لا هو بينور ويطفي ولا هو مطفي ولا هو منور، يعني بيموه عشان برضه يغفل او يغش او يدلس على المزارع عشان يوقعه في براسن الغش بتاعه. انا عاوز بس ابين لحضرات الساده المشاهدين نتائج الغش ايه؟ الشكاره زي دي بكام؟ الشكاره دي المزارع دي بياخدها بكام؟ بياخدها من 360 350 فيها 370 كيلو؟ فيها 5 كيلو 5 كيلو ب 360 جنيه بالظبط. ال 5 كيلو دول يا حضرات بتوع الغشاشين بتكلفوا الشكاره دي يسرقها او يطبعها في اي مكان ب 2 جنيه ويحطوا فيها 5 كيلو دور من ابو 4 جنيه، يبقى 20 جنيه زائد 5 او 10 ده 30 جنيه مقابل 360 جنيه. شوفوا المكاسب قد ايه. حضرتك بتتباع يا اما الغشاش بياخدها وهو عارف ان هي مغشوشه بياخدها ب 200 جنيه تقريبا، يا اما بياخدها وهو مخدوع بناقص 20 30 جنيه عن السعر الرسمي. وعايز اقول لسيادتك ان الشكاره الاصلي دي في بعض الاماكن الدكتور احمد عضام والفريق بتاعه انا بقدم لهم الشكر من خلال حضرتك والبرنامج بتاعك. فعلا انا النهارده عمري 30 سنه في مجال التقاوي في مصر، عمري ما شفت النشاط ولا التتبع اللي بيحصل الفتره الاخيره. السنه دي 3 محطات للغربله تحت السلم اتقبض عليهم، اكتر من 500 قضيه، منهم قضايا امن دوله عليا طوارئ، ومنهم. طب قبل ما اعدي الحاجه واروح على انجازات الاداره المركزيه، شكاره 360 دي بتنتج قد ايه؟ الفرق بين انتاجيتها وانتاجيه الشكاره المضروبه. عايز اقول لسيادتك على حاجه بس قبل ما نروح دي برضو، دي الشكاره الفاضيه دي حضرتك ممكن ننزلها بعد اذنك. الشكاره الفاضيه دي حضرتك النهارده، الشكاره الفاضيه من ضمن اللي مسكوه بتوع التقاوي، ان مسكوا شكاير فاضيه معاد تعبئتها. الشكاره الفاضيه قالوا لي بتاعتكم
قالوا لي ان الشكاره الفاضيه بتتباع ب 50 جنيه. الشكاره بس فاضيه. الشكاره الفاضيه بيفك طبعا زي ما حضرتك قلت لي قبل الهواء. يعني هنا غرزتين من هنا وبعدين بقمع يقعد يعبيها اي دوره ثانيه. ما اعرفش بيشفطها ازاي بيعبيها ازاي. طيب هو اشترى الشكاره دي وقبل ما يزرع حضرتك الشمس كانت غايبه وما قدرش يكشف كل الحاجات دي تمام. ولا قدر بالفحص الظاهري يعرف. تمام. انا شايف حضرتك جايب كوبايتين ده ايه؟ دول دي التقاوي بتاعتنا. دي تقاوي نوع من التقاوي الدورة الصفراء اللي هو نفس المنتج ده ودي تقاوي نوع تاني دورة ابيض. احنا بندي لون على كل منتج بيبقى له لون معين بتاعه. ومع اللون بيبقى فيه مبيدات وفطري مبيدات فطريه وحاجات حشريه عشان يبقى نضمن برضه تمنع الفطريات والعفن لغايه ما المزارع يحطها في الارض وربنا يبارك ان شاء الله. الالوان دي حضرتك احنا جينا مع شركه اصباغ هنديه، تعرف الهند بتتميز بالاصباغ وجودتها. برضو عملوا لنا تركيبات معينه اللي بيها حضرتك لما تشوف الميه كده، لو دي اصباغ عاديه من اللي بتتداول في السوق كانت زمان الميه دي بقت بلونها صفراء، وكان زمان الميه دي بقت حمراء، وكان زمان كله بقى كده. احنا عملنا دي واستخدمناها من 2018 وبرضو عملنا عليها اعلان يا مزارع خلي بالك التقاوي بتاعتنا اهي وجوه الكاسات الميه اهي وحمايه اكيده ليك وللبذره، التقاوي السليمه لونها ثابت ما بيطلعش في ايديك والكنز في الشكار. ليه عملنا له دي؟ عملنا له دي تبقى تأمين إضافي. يعني إذا الفلاح لو مسك التقوي في إيده كده وحس إن لونها بيطلع في إيده يبقى ده مضروبة، لو حطه في شوية مية ولقى المية لونت ما يزرعهاش يبقى دي مضروبة، هو هتبان في إيده يعني. طيب هو أصلا المزارع ده يرجعنا بقى، هو خلاص شرب الليلة وزرع الفرق بين الإنتاجية، ممكن الدورة المغشوش ده ما يطلعش أو يطلع بقى الإكسار اللي هو التعبان أو يطلع أي، إنما دي إنتاجية إيه ودي إنتاجية إيه؟ حضرتك إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى مش عايز اتكلم على الماركت شير ولا حصتنا في السوق ولا حجم. لا ده انا عاوز اعرفها، ده اخبار، ده معلومات اقتصاديه. خاف من الحسد؟ طيب ماشي. حضرتك الحمد لله رب العالمين احنا بنضمن انتاجيه يعني متفوقه جدا. بنوصل في السلاج في بعض الاصناف بنعدي ال 40 طن سلاج. بنوصل في المتوسط العادي كام؟ 25. من 25 ل 40 هذا 15 طن سلاج قيمه مضافه. قيمه مضافه نفس ايجار الارض، العماله، الميه، السماد، كل شيء واحد. هو المزارع كل شيء واحد. بنعمل بالنسبه للحبوب برضو متوسطاتنا تقريبا برضو بنلعب في اخر الثلاثينات من الارداب يعني 38 40 42. ايوه يا فندم، يعني حضرتك المتوسط العام النهارده كل سنه عن سنه بيعلى عشان تبقى حضرتك عارف بيعلى ليه. 38 طن ذره في الارداب أردب في الفدان. ايوه. وبالنسبه للمزارع حضرتك بيحسبوها بالطن حبوب. يعني انا الاصناف عندي حبوب بتدي متوسط العام بتاعها، متوسط عام حبوب الاصناف بتاعتي حبوب متوسط عام 4.5 طن. ممتاز. بوصل ل 5 و200، 5 كيلو 5 طن و200 للحد ده تحت ظروف الزراعه العاديه يعني خالص. اصل هو برضه بتوع المزارع الحقيقه بروفيشنال. الناس بيجيبوا استشاريين تغذيه نبات وناس شغاله مظبوط. مقننات ميه، مقننات سماد، مقننات. حضرتك تقصد مزارع الانتاج الحيواني اللي بتزرع مساحات ذره للسلاج او مزارع الانتاج الزراعي اللي بتنتج حبوب وبتبيعه للمزارعين في مصر هنا. حضرتك احنا عندنا مشكله حضرتك في مصر طبعا القاسي والداني يعلمها وكل المهتمين بقطاع الزراعه يعلمها وسيادتك اكيد عارفها، ان مصر بتستورد حضرتك ما يقرب من 10 مليون طن حبوب. هو الثابت من وانا صغير خالص 9 مليون طن. طيب وما اعرفش دول ليه ما بيزيدوا. من وانت صغير خالص يا فندم اكيد بيزيدوا. لان احنا كمان بنزيد، بس اللي انا حاسه السنه دي ان في توجه سياسي من الدوله وبنشكرهم برضو عليه، ان في اهتمام بالحبوب. في اهتمام بالحبوب. حضرتك اللي هتحس السوق. انا حاسس الزراعات التعاقديه. الزراعات التعاقديه بانت عندك في سحب كميات التقاوي وزودت المساحات ولا برضو كلام؟ السنه دي مساحات الذره زايده عن السنين اللي فاتت. زايده عن اصل ده يحضرني شيء، معلش انا اسف جدا باي ذا واي ان انا اقوله، كان المفروض ان انا ابدا بيه الفقره. لا اتفضل. عندنا البنك الزراعي المصري للامانه عنده محفظه ائتمانيه جديده او برنامج ائتماني جديد، برنامج اقراض للمشاريع اللي هي متناهيه الصغر. تخيل اسمه جميل قوي، اسمه باب رزق. بيطرق القرى الصغيره، القرى الصغيره جدا والقرى المهمشه، وبيبدأ بالمراكز اللي هي عادة، يا ريت لو سمحت تجيبوا لنا الصور، بيبدأ للمراكز اللي هي داخلة في مبادرة الرئيس اللي اسمها حياة كريمة.
ايوه كان اول امبارح يوم الاثنين اللي فات ده كان في شربين، جاب 26 قرية في مركز شربين، جاب كل النساء، معظم النساء المعيلات اللي فيها والرائدات الريفيات، وفي وجود ممثلة المركز القومي المجلس المرأة القومي في محافظة الدقهلية وكل عضوات هذا المجلس، وطرح هذا الأمر بيدي قروض ميسرة وصغيرة للمرأة المعيلة اللي بتزرع، اللي بتربي دواجن، اللي بتربي مواشي، اللي بتربي أغنام، اللي بتجيب مكنة خياطة، اللي بتبدأ مشروع. وعاوز أقول لحضرتك إن في نساء بدأوا مع البنك من خلال المبادرة دي، خدت 3000 جنيه عشان تجيب حاجة صغيرة مكنة خياطة، بعدها بشهر راحت قالت أنا عاوزة 10000، بعدها بشهرين راحت قالت لهم لو سمحتوا أنا عاوزة أكبر مشروعي، أنا عاوزة مليون عشان أعمل مصنع أو عنبر أو إلى آخره. تمام. هل حسيتم بالزراعة دخلت في الأمور اللي زي دي؟ خاصة البنك الزراعي بيدعم الزراعة بشكل كويس جدا. هو طبعا البنك الزراعي بيدعم الزراعة في مصر وكل تمام، ولكن اللي أنا عايز أقوله لسيادتك إن السنة دي أنا بقول لحضرتك إن في توجه عام للدولة بالاهتمام بالحبوب، وخاصة حبوب الذرة، لأن إحنا بنستورد منها كمية كبيرة. كلام أنا حسه ولمسه. التنمية أساسا لأي دولة بتعتمد على محورين، المحور الرأسي والمحور الأفقي. أنا شايف أن المحور الأفقي وهو امتداد الرقعة الزراعية، معالي السيد الرئيس ومعالي رئيس الوزراء والسيد وزير الزراعة السيد القصير وكل المهتمين بالزراعة، في اهتمام بزيادة الرقعة الزراعية وانتشارها وامتدادها، وفي الدلتا الجديدة، وفي مشروع الضبعة، وفي المليون ونص فدان، وفي الريف المصري. أنا شخصيا أهتم جدا مش بزيادة الرقعة الزراعية بس، ولكن بزيادة الإنتاجية الرأسية من وحدة الفدان، مهمة جدا طبعا عشان الأجيال اللي جاية. بص ستك، لو إحنا اشتغلنا على التوسع الأفقي بس فده كويس، لو اشتغلت على التوسع الرأسي بس فده كويس، إنما لو اشتغلت على الاثنين فده يبقى كويس جدا. أنا الهوى انتهى عندي، وهاخد من المخرج نص دقيقة عشان تقول لي بس العلاقة بين وزارة الزراعة وشركات إنتاج التقاوي، هل هي علاقة مرضية؟ هل بتحقق لكم فرض الكفاية اللي انتوا عاوزينه في حماية جهدكم وعرقكم؟ والله الشعر بي السنة دي بالذات ان في طفرة في تطوير المنظومة العمل داخل وزارة الزراعة، وانا عارف برضو ان هم شغالين على النظام الجديد اللي هو الديجيتاليزيشن او الحوكمة او الرقمنة زي ما حضرتك عايزتها. أنا للأسف الشديد وقت انتهى، والمخرج يعني مش هتيني أي مرونة. حضرات السادة المشاهدين أنا بشكركم جدا، وكمان في نهاية الحلقة دي بشكر الأستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري. أنا ما قدرتش أشبع الخبر اللي جبته، راجل بيجوب المحافظات والقرى بحثا عن المرأة المعيلة والرائدات الريفيات لإقراضهم من خلال باب رزق، والمشروع ده بيحقق أو بيأتي أكله في مصر كلها، وإن شاء الله مصر تكون بخير وقطاع الزراعة يكون بخير والأمن الغذائي المصري يكون بخير. أنا في نهاية الفقرة بشكركم جزيلا، أو في نهاية الحلقة بشكركم جزيلا، وبشكر المهندس شريف المنشد مدير المبيعات، مدير عام التسويق والدعم الفني وتطوير المبيعات في شركة مصر هايتك الدولية للبذور. أنا بشكر حضرتك وأوعدك أن حلقة جاية إن شاء الله من أولها الأخيرة نتكلم عن هذه القضايا إن شاء الله. شكرا شريف، شرف لينا. تصبحوا على خير.